Justin. Now, Justin, Justin, send it, send it, send it, goal! Halla, halla, ya Iraq! Goal! Goal, 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 goal! Justin انفكت عقدته, Justin انفكت عقدته من ركلة جزاء, سجل في المباراة السابقة أول هدف دولي ويسجل اليوم ثاني الأهداف الدولية. قلت لك سدد وسدد وسجل, يا سلام. احنا قلنا على مستوى اداء المنتخب التايلندي يجب ان نسجل. شوف رايه الله اكبر في ملعب راجمان قالع. شوف جستن توغل, جستن سدد يا جستن, وفعلا سدد على يمين الحارس كاوين تما تشانان ويسجل اول اهداف اللقاء بالدقيقه 35 من عمر المباراه. جستن يسجل ثاني اهدافه الدوليه. يلا يا جستن انفكت الشبسه, يلا يا جستن جيب ثاني وسجل ثالث. واحد العراق لا شيء, تايلند 30. والثاني في شباك تايلاند 142 مباراة و55 هدف دولي يسجل الهدف الثاني. يا الله على هالكرة الجميلة, يا الله على الهدف, هدف أمان واطمئنان. قلنا علينا أن لا نتراجع, علينا أن لا نتراجع, وبالتالي نجم. وهذه الكرة يتابعها يونس, يونس يوم ورا يوم يثبت أنه وجوده بالملعب ذهب, ذهب بالنسبة لي لزم ولاءه لمنتخب بلاده. هدف ثاني سجله يونس بحاول خطيرة وكرة مقطوعة. لا أنا قلت بالبداية, قلت الحكم عند البطاقة الصفراء وركلة الجزاء سهلة, وركلة الجزاء أنا باعتقادي ماني صدقوني ما راح إن شاء الله مين. هذا يلعب على يمين الحارس, يلعب على يمين الحارس, تلعب وجول, جول للمنتخب التايلندي بالدقيقة 80 أجل أن يدرك التعادل. لذلك يعني المفروض يحذر بالدقائق المتبقية. المنتخب راح يندفع, المنتخب راح يحاول ان يسجل, وخطا قاتل, خطا قاتل, لاعب ينطلق من جهه الشمال يحاول براحته. لا لا هذا مرفوض. توساكاي يدرك التعادل, متابعه, لاعب ينطلق براحته يحول, ينطلق من خلف المدافعين, ومن جانب علي عدنان يسدد الكره الى داخل الشباك. 2-2 الان, 2-2. هاي كرة القدم اللحظة